العلاج الحكومي فيه مشاكل كتير طبعا. المعامله الانسانيه غير موجوده. يعني اللي بيخشها مولود واللي طالع منها مفقود. في اتجار في الدم. غالبيه الادويه ناقصه. ساعات بنلاقي البديل وساعات بيبقى غالي وما معناش ثمنه. في ناس بتموت قبل ما توصل للدكتور اساسا. دايما الصحه ما كانتش على سلم الاولويات. مشاهدينا في كل مكان نتابع هذه الحلقة ومرشحنا لهذه الليلة الدكتور محمد سليم العوة. وأذكركم بسؤالنا للنهاردة، اخترت مرشحك للرئاسة ازاي؟ مقتنعا ولا مضطرا ولا لم تحسم قرارك بعد؟ وأرجو من كل اللي بيبعتوا لنا على تويتر يقولوا لنا مضطرا ازاي، كيف اضطررت إلى أن تختار مرشحك الرئاسي؟ الاضطرار ده مهم جدا. الآن موعدنا مع الملف الثالث، صحة المصريين، الصحة ودكتورة عليا عبد الفتاح. اتفضلي دكتور. ممكن أستأذن الدكتورة عليا نص ثانية بس؟ أنا أولا مش مرشحكم الليلة، أنا مرشح في الانتخابات كلها، مش بعد الليلة هسيب الترشيح. لا ده مرشحنا النهاردة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين يا دكتور، عشان تعرفي إن أنا كويس، أنا بدخل الكواليس أمشي عشان الدورة الدموية تفضل نشيطة، ما أقعدش أربع ساعات. اتفضلي دكتور. ميرسي جدا. الحقيقة أنا هبتدي بملف الصحة في البرنامج الانتخابي بتاع حضرتك. استوقفتني نقطة مهمة جدا وهي حقيقي لب ملف الصحة في المشروع اللي حضرتك تقدمت بيه، ومنها هدخل بعد كده على الأسئلة اللي أنا عايزة أقولها. استوقفني أن حضرتك ركزت على تخصص الصحة الوقائية والمناعية، وقلت حضرتك أن ده توجه مهم جدا فعلا في العالم الغربي وتكلفته عالية قوي، وأن حضرتك شايف أن احنا لازم نهتم بهذا الموضوع وحتى نعلم الأطباء اللي في الوحدات الصحية وأطباء الممارسين العموميين ما لهمش تخصص نقدر نستفيد بيه. صحيح. ونترك العلاج للمتخصصين في مجالهم. أحب أن أنا يعني برضو لو رجعنا ورا شوية هنعرف أن الصحة الوقائية في مصر مش حاجة حديثة أو مستحدثة. مصر في الستينات نجحت نجاح رائع رائع في معالجة البلهارسيا، حمى الروماتيزمية، شلل الأطفال. مصر برامجها في التوعية كانت هايلة جدا، في التطبيقات بتاعتها نجحت حقيقي. حضرتك دلوقتي الأجيال الموجودة ما بتلاقيش فيها الأمراض دي. سؤال بقى يا دكتورة. السؤال، أول حاجة أنا عايزة رؤية حضرتك باستفاضة شوية، لأن إحنا عندنا نسب في الميزانية المحددة للصحة. الجزء الخاص بالتوعية والطب الوقائي والجزء العلاجي، لأن حضرتك دلوقتي عندك أجيال مريضة جدا. أحب أسمع رؤية حضرتك الأول. خليني أقول لحضرتك أن احنا أنفقنا سنة 2007-2008 على الصحة 42 مليار جنيه. مصر أنفق، الشعب المصري والحكومة المصرية أنفقوا 42 مليار جنيه على الصحة سنة 2007-2008. بمعدل 566 جنيه لكل فرد، وده انفاق بالنسبة للمصريين يعني نقدر نحكم عليه من مستوى الدخل ومستوى المعيشة. ال 33% من هذا الانفاق حكومي، و 60% للأفراد، و 7% اللي باقية أنفقتها الشركات والمؤسسات والهيئات اللي عندها علاج خاص. ده في خلل هائل في الانفاق الصحي، وينبغي أن يرشد هذا الخلل. توجه حضرتك بقى. توجهي بقى إلى ترشيد الإنفاق الصحي، بمعنى أنه الفحوصات التي لا لزوم لها تتوقف، الأدوية التي تؤخذ عشوائيا ودي كتيرة جدا جدا، أكثر مبيعات الصيدليات أدوية عشوائية، يتوقف الإنفاق على من يسمون بالخبراء والمستشارين ومن إلى ذلك في كل الإدارات الصحية، لا سيما الإدارات المركزية، وزارة الصحة ووكالات وزارة الصحة في المحافظات، يتوقف. التقديرات انه في 3-4 مليار جنيه هيتوفروا من هذا مباشره، يعني في السنه الماليه القادمه على طول 13-14. انا ما اقدرش اتكلم على فكره على السنه الماليه الحاليه 12-13 لانها مش في ايدي، ميزانيتها خلصت خلاص. يمكن يتم فيها ترشيد انفاق بالقدوه وبالتوجيه السياسي، لكن الترشيد الحقيقي هبدا في الميزانيه القادمه. ده هيوجه للصحه الوقائيه والصحه العلاجيه وطبيب الاسره والعنايه الاوليه اللي ينبغي ان تتوافر في كل مكان. ده تمويل في هذه القصة. أول سؤال،
ما هو أول قانون حضرتك ستصدره بحيث إن هو يدفع منظومة الصحة؟ هو أنا هطلب من مجلس الشعب إنه يعد قانون، لأن أنا لا أملك من ناحية تشريعية طبعاً إعداد القانون. لكن أول قانون هحاول إني أخلي مجلس الشعب ينتهي منه بطريقة علمية، هو مشروع قانون الرعاية الصحية الاجتماعية الكاملة أو الشاملة. في مشروع قائم الآن في مجلس الشعب، لكن في عيوب كثيرة جدا، وفي دراسات عاملينها زملاء حضرتك في القصر العيني وفي حتة تانية عن عيوب هذا المشروع. أهم عيوبه مثلا أنه بيخلي الرعاية الصحية المطلوبة الشاملة للصحية الاجتماعية أغلبها في القطاع الخاص، ده تضيع، ما تبقاش رعاية، تبقى مكسب. القطاع الخاص بيشتغل عشان يكسب، أنا عايز الرعاية دي تدفع تكلفتها الأصلية الحكومة اللي بتاخد مني ضرايبي. ده جزء خطير في المشروع مثلا. فأنا أول مشروع متعلق بالصحة سأطلب من البرلمان أن يعيد درسه وإعادة صياغته بما يحقق المصلحة المصرية العامة، هو هذا المشروع، مشروع الرعاية الصحية الاجتماعية الشاملة. طب سؤال مهم، السلامة المهنية للعاملين في المجال الطبي. نعم. دي من الوقت الحاجات اللي احنا بنفتقدها. صحيح. بنسبة شديدة. صحيح. عندنا قانون غير مطبق على فكرة دكتورة، عندنا قانون اسمه قانون السلامة المهنية للعاملين في المصانع والمؤسسات الصناعية وكذا، غير مطبق. طب وإزاي حضرتك هتلزم العاملين بتطبيقه؟ هو الحقيقة مش إلزام العاملين، ده إلزام أصحاب الأعمال، لأنه التكلفة فيه على أصحاب الأعمال. أنا عايز أدوات حماية، عايز قفازات من أنواع معينة، عايز كمامات من أنواع معينة تمنع نفاذ الغازات والأتربة بدرجات، طبعا حضرتك أدرى مني بالتفصيل أنواع الكمامات إلى آخر، ده كله عبء على صاحب العمل بيهرب منه بأنه ما يوفرش أدوات الرعاية دي. ولما حضرتك تلزم هتلزمه إزاي؟ هلزمه بالقانون، هيبقى فيه مفتش زي ما في مفتش على التأمينات الاجتماعية بيشوف العقود بأسعار حقيقية بأجور حقيقية أو أجور باطلة، هيبقى مفتش صحي يروح يشوف الحاجات دي صحيحة ولا لا. طيب والأمن في المستشفيات؟ لا، أمن المستشفيات دي مسألة طارئة علينا بعد الثورة نتيجة الفوضى الأمنية اللي موجودة، أنا أعتقد أنها تختفي مع الإصلاح الأمني اللي عندنا كلام كتير هنقوله فيه بكرة. لكن الآن في المرحلة الحالية الأربع إلى ست شهور بعد انتخابات الرئاسة لابد أن يكون هناك أمن خاص داخل المستشفيات، لا تتحمل المستشفى تكلفته، تتحملها ميزانية وزارة الداخلية اللي مهمتها تحقيق الأمن لكل مواطن. إذا كان أنا مش قادر أبقى آمن وأنا بتعالج وأبقى في المستشفى بيخطفوني، في المستشفى بيخشوا يضربوني، في المستشفى الطبيب بيعتدى على كرامته وبيعتدى عليه بدنيا أحيانا. طب أنا حصل فعلا يفعل. حصل فعلا ها؟ طيب فأنا لابد أن يكون هناك أمن خاص المستشفيات، وإذا جيت أنا رئيس في المدة الأولى اللي فيها ميزانية 2012-2013 حوفر ده من مالية الداخلية، أقلل الحاجات في الداخلية وحطها لدول. أحيي حضرتك. فاضل نقطة واحدة، مثلا لما يبقى حضرتك الميزانية مثلا هتقول إن المحافظات المختلفة كل محافظة هيبقى لها ميزانية معينة، لقيت حضرتك إن في الميزانية بتاعة المحافظة دي هيبقى عندنا اختيارين، يا إما إن إحنا نعمل مثلا خمس وحدات صحية جديدة ومفعلة، أو إن إحنا علشان المحافظة دي كلها ناقصها أجهزة مهمة قوي في التشخيص أو في العلاج، حضرتك هتوجه الميزانية دي يا هنا يا هنا، هتختار إيه من رؤية حضرتك؟ لا، أنا هختار الخمس وحدات الصحية المفعلة عشان أدي العلاج لأكبر عدد ممكن من الناس، واللي عايزين أمراض غير مشخصة أو صعب تشخيصها يروحوا المحافظة أو يروحوا القاهرة أو يروحوا اسكندرية. إنما أنا يهمني أصلا صحة المجموع، صحة 90 مليون مصري دول، هنشئ الوحدات الصحية الأول الحقيقة. شكرا يا دكتورة. خلاص شكرا يا دكتورة. ونبدأ الآن الأسئلة السريعة المشاغبة. طيب نعم، أنا هستعد أهو وعدي للبدلة والكرافتة وأشوف بقى. بوضوح ومع احترامي لأي مناقشات في البرلمان، ختان الإناث جريمة مكتملة الأركان لا يمكن السماح بها إطلاقا، نعم ولا نعم؟ جدا جدا جدا. شكرا. أعلى من ليك كتاب في هذه القضية. عندي كتاب في هذه القضية، والموضوع ده اتحسم سنة 1992 مع فضيلة العلامة الكبير الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، لما دافع عن الختان فكتبت رد عليه، فانتهى الأمر إلى أنه قال أدلتك صحيح. هذا تخلف، مناقشة الختان ومحاولة إصدار قانون فيه تخلف لا يجوز.
لا شرعا ولا قانونا ولا طبيا. والكلام هنا معلش انا اسف يا استاذ خيري والله سامحني لازم تسامحني. انا مسامحك. قول سامحتك طبعا. طيب الكلام هنا كلام الاطباء يا استاذه لميس، كلام الدكتوره عليا دي وزملائها بتوع امراض النساء على وجه الخصوص، ومجلس الشعب هنعمل فيه ايه؟ وبتوع الطب الجنسي على وجه الخصوص، ومجلس الشعب هتعمل فيه اذا كنت رئيس ومجلس الشعب غير قانون. انا قلت لحضرتك، انا قلت لك حالا سالتيني عن حاجه في الفوائد، قلت لك بتلوم مذكره شارحه هبعت لمجلس الشعب لو كنت رئيس مذكرة شارحة بخطورة هذا الأمر، أصور لهم الكتاب الصغير اللي طبعته اللي أنا يعني تشرفت بكتابته وطبعته منظمة الصحة العالمية وبعته لهم. أصل المنطلق في هذا القانون يزعم أنه ديني، وهم بيجيبوا ده من كتب الفقه، مصدر هذا الحكم كتب الحديث. نعم. لازم تستدرجيني اتكلم في حاجات بره السياسه. طيب. انا ما خلينا في السياسه، خلينا نكمل الرؤيه في هذه المنطقه. السؤال الثاني، عمليات زراعه الاعضاء أمر يفصل فيه الأطباء ولا يمكن أن يكون الحكم فيه لرجال الدين. نعم، إلا إذا كان أخذ الأعضاء من الأحياء. نعم. مش هنقدر نبني مستشفيات في كل مكان في مصر، وأؤيد الاعتماد على القوافل الطبية. نعم، لمدة 10 سنوات. 10 سنوات من نعم. القوافل الطبية. نعم. حضرتك محدد هذه المدة اللي ترى فيها ان مصر ستستكفي من المستشفيات؟ لا، هو دراسة الفلوس وتراكم الرأس المال اللي ينفق في الطب، احنا بننفق 4.9% عايزين نوصل ل 13 14 15 20، فانا بالدراسة المالية منتهي ال 10 سنوات. قوافل طبية حكومية ام قوافل طبية من احزاب من كل من يستطيع ان يقدم خدمة طبية يتفضل يقدمها، لان المواطن المصري اهم عندي من مين؟ المواطن المصري اهم عندي من مين بيقدم الخدمه؟ تحت مظله الحكومه؟ تحت مظله؟ لا، تحت اشراف الحكومه قطعا قطعا. ما ينفعش واحد يروح ياخد عينات الدم ويعمل تحاليل في عربيه تلفانه ويقول لي، او يعمل مصيبه زي المصيبه دي مش هقبلها. لا. طيب، سؤالنا الرابع، بدلا من انفاق الاموال على تنظيم الاسره افضل ان نوجهها لعلاج الفقراء. سوري، سؤالين مش مرتبطين ببعض. لا مرتبطين. ميزانيه اللي بتروح على تنظيم النسل ناخدها ونديها للفقراء ويجوا براحتهم العيال. لا اوافق، لا اوافق. لا توافق. يعني شكرا. اجابتك الواضحه، هل انت مع ولا ضد تنظيم النسل؟ ده موضوع سؤال تاني. ده سؤال تاني. سؤال تاني. سؤال تاني. هل انت مع ولا ضد تنظيم الاسره؟ ضد. ضد تنظيم الاسره. نعم. نحن نعيش على 9% نحن نعيش على 9% من أرضنا، وعايزين نكمل نعيش على بقية 91%. ما نقدرش نعيش بالبشر الحاليين على بقية أرضنا، لازم نبقى عددنا أكتر، قدراتنا أكتر، تعليمنا أحسن، صحتنا أحسن. ما تعمليش كارت كده صدقيني، ده أنا بقول لك لوجه الله. أنا عارف الإنفاق والفلوس الإنفاق هيجي والحياة منين؟ الإنفاق هيجي. من حق الرئيس إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة في الخارج لبعض الشخصيات العامة؟ لا، هذا مش شغله. قاطبة في كوميسيون طبي وفي ادارات صحيه، الرئيس ملوش دعوه. بس يمكن للكوميسيون الطبي والادارات الصحيه ان تصدر قرارات اذا كان في حالات لا تعالج داخليا. اذا وجد المصري حاله لا تعالج داخليا والهيئه الطبيه المعنيه قالت لازم يعالج في الخارج، يعالج. احنا بنتكلم على المواطنين عامه وليس عن الشخصيات العامه. لا، انا بتكلم على المواطن احمد وجرجس ومرقص وكوهين، ماليش دعوه بالشخصيات العامه. ايه الشخصيات العامه دي؟ مثقفين ادباء بيتعالجوا، اذا عندهم فلوس يتعالجوا على حسابهم، ما عندهمش فلوس الدوله تكفل لهم، مش باعتباره مثقفين ادباء، باعتباره مواطن مصري. وانا ضد حكايه انه في فئه في المجتمع على راسها ريشه، فنان على راسه ريشه، لعيب كره على راسه ريشه، الملاكم. هو ده السؤال الثالث، لو عضو مجلس الشعب على راسه ريشه؟ بالظبط. ولا عضو مجلس الشعب على راسه ريشه؟ ليس من حقه العلاج المتميز. المفروض عضو مجلس الشعب يبقى اصلع من كتر ما بيفكر ليل ونهار في مشاكل البلد. السؤال اللي بعده جاوبنا عليه في سؤال الدكتور عليا، فننتقل للبعدي. الصيدلي كل همه يبيع اكبر قدر من الدواء حتى لو كان مصير هذا الدواء صناديق القمامه. صاحب الصيدليه، صاحب الصيدليه مش الصيدلي. وليس الصيدلي. لا لا، الصيدلي رجل مهني شريف عظيم بيأدي خدمات هائله للمهنه، لكن صاحب الصيدليه هو اللي عايز يبيع عشان يكسب. الصيدلي لا، الصيدلي ده عالم، صيدلي عالم. بهذا انتهينا من ملفاتنا الثلاثة، بنشكر لجنة الخبراء اللي معانا، وسنبدأ الفقرة القادمة، فقرة التصريحات، مجموعة من تصريحات ضيفنا الدكتور محمد سليم العوة المرشح لرئاسة الجمهورية على قنوات مختلفة، بعضها حدث فيه لبس
أو بيحتاج إلى مزيد من التوضيح أو طرح أو يمكن تغير رأيك حتى تتضح الأمور أو نؤكد ما جاء به بعد الفصل. دي مفاجأة الفقرة دي زي بعض. معونة من الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا ليس لفقرها وإنما هذا لأن الارتباطات الدولية والوعود التي ارتبطت بمعاهدة السلام. سؤال حلقة اليوم: اخترت مرشحك للرئاسة مقتنعا مضطرا لم أحسم قراري؟ للتصويت عبر الأسماس على رقم 92233 اكتب كلمة شارك ثم اترك مسافة ثم رقم الإجابة، وللتصويت عن طريق الفيسبوك facebook.com/cbcegypt. شارك برأيك، في مصر تنتخب الرئيس.